مرحبا أصدقائي، هذا يوم مميز جدا. هل تعرفون لماذا؟ لأن صديقي أحمد سيزورني في منزلي. نعدكم بيوم حافل بالألعاب والقصص الشيقة والضحك كذلك، يوم تعلو فيه أصواتنا لتملأ المكان بهجة. أتمنى أن تجدوا في زيارته كل الفرح والمرح. ها؟ صوت جرس الباب. لقد وصل صديقي، أنا متحمس جدا للقائه، هيا بنا. مرحبا صديقي أحمد. مرحبا يا لومي، كيف حالك؟ بخير، لأني شفتك اليوم. رائع، وأنا أيضا سعيد جدا بلقائك يا صديقي. شكرا يا لومي. عفوا يا صديقي، ما رأيك أن نتحدث اليوم عن بيت جدك؟ أوكي يا لومي. هل تزور بيت جدك باستمرار يا أحمد؟ نعم، أزور بيت جدي في الجمعة والسبت. ما هو شعورك عند قدوم هذا اليوم؟ أكون فرحان ومستانس لأني رايح أزور بيت جدي. وكيف تستعد للذهاب إلى بيت جدك؟ أكون متسبح ولابس أحلى لبس عندي ومتعطر أحلى عطر عندي. واو، لهذه الدرجة تحب جدك؟ أنا وايد أحب جدي. وماذا تفعل عندما تصل إلى بيت جدك؟ أروح أحب جدي وجدتي فوق راسهم. جميل جدا، ومع من تلتقي هناك؟ عمومي وعماتي وجدي وجدتي وعيالهم. واه، كم أحب العائلة والاجتماعات العائلية. هل لديك لعبة تلعبها هناك؟ هي يوم كل الأولاد يتجمعون نروح الحديقة ونلعب كرة القدم، ويكون عندنا فريق، ويكون يوم يكون الصيف نسوي فريقين، وأنا وأخوي سعيد يكون عندنا أحسن فريق. ها، لماذا؟ لأنكما تلعبان فيه؟ هي لأن احنا وايد لاعبين في كورة. وتفوزون أم هم يفوزون؟ لازم نحن نفوز. جميل، وأين تلعبون؟ في الحديقة، إن حديقة كبيرة نلعب فيها. أخبرني المزيد عنها، هل يوجد فيها نباتات؟ نعم، توجد أشجار المانجا وأشجار الليمون. نفس اسمك يا لومي، نفس لونك. وتعرف، بقول لك سر يا لومي، تعرف يوم كل أولاد يتجمعون نقص المانجا ونحط فوقه ملح، يكون وايد حلو، بس لا تخبر حد، يعني بيعصبون. لن أخبر أحدا، ولكن لماذا سيغضبون؟ لأننا ممنوع نقص المانجا. إذا ربما عليكم أن لا تفعلوا ذلك، لا تخالفوا كلام الكبار. حسناً؟ حسناً. أتعرف يا أحمد، أنا في حياتي لم أجرب المانجو بالملح أبداً من قبل. لازم تذوقه يا لومي، وايد حلو. حسناً سأجربه. وهل يوجد حيوانات في حديقة جدك؟ توجد خروف ودياي والأرانب. جميل، وهل تلعبون معها؟ نعم، نأكلهم، نعطيهم أكل ونلعب ياهم. كم هذا لطيف جدا. شكرا يا لومي. أحمد، ما هي أكثر رائحة تحبها في بيت جدك؟ ريحة أكلهم، أنا وايد أحب ريحة أكلهم وريحة العود. جميل جدا، وما هي الأطباق التي يعدونها في بيت جدك؟ كل أكلهم وايد حلو، بس أنا وايد أحب لحم العيد، يكون بالعيش واللحم. وهل تساعدهم في تحضير هذه الأطباق اللذيذة؟ أقول الصدق، مرات أساعدهم مرات ما أساعدهم. أحب صراحتك يا صديقي. شكرا يا لومي. وما هي إذن الأعمال التي تساعدهم فيها؟ بالزراعة ونقص الخضروات. جميل جدا، ما هي الأوقات الممتعة التي تقضونها سويا؟ يوم نروح الرملة نقعد فوق العرقوب يسوونا شاي كرك وهوت شوكولت. وماذا تفعلون عندما تجلسون فوق الكثبان الرملية؟ نشرب شاي كرك ونتزحلق من فوق العرقوب. تعالوا يا لومي بنوديك الرملة. سيكون ذلك ممتعا جدا. وما هو أكثر موقف ضحك منه جدك؟ يوم أنا كنت ياسة تزحلق طحت على وجهي وضحكوا علي. ولكن هل تألمت؟ لا، أنا بعد ضحكت. روحك رياضية يا صديقي. شكرا يا لومي. والآن أخبرني يا أحمد، ما هي القصص التي تحب قراءتها؟ أحب قصص الكوميك. القصص المصورة؟ نعم. وأي نوع تحب؟ أحب المغامرات. وهل لديك كتاب مفضل تقرأه لجدي؟ هي كتابي أنا وسعيد، أخوي سعيد، رحلة أحمد وسعيد في الماضي القديم. وهل يخبرك جديك قصصا عن ماضيهما؟
نعم، يخبرونا كيف كانوا يروحون من أبوظبي لين العين، لأن أبوظبي يوم يسوي صيف أحل البحر يروحون من أبوظبي لين العين، لأن العين عندهم جو حلو ورطب وماي. لم أكن أعرف ذلك من قبل. وما هي الأشياء التي تعلمتها من جدك؟ علموني عن التراث وكيف كان يعيشون في الماضي القديم. يبدو أنك تقضي وقتاً ممتعاً ومفيداً في بيت جدك. نعم يا يومي، أنا وايد أحب أقعد وياهم وألعب وياهم، يخبروني عن التراث. حسناً يا أحمد، ماذا لو كان جدك وجدتك يسمعانك؟ ماذا ستقول لهما؟ أقول لهم أني أنا وايد أحبكم، بقول شيء عشان جدي، أنت قدوة عشاني وأنا بكون نفسه يوم أكبر. هذا لطيف جداً. شكراً يا لومي. لومي أنت وايد ضحك. حقاً؟ نعم. أنا أضحك كثيراً عندما أكون سعيدة مع أصدقائي. أوكي. هل تحب التحديات يا أحمد؟ نعم، أنا وايد أحب التحديات. ممتاز، لدي تحدي صعب لك. ماشي، عندي أنا صعب. سنرى ذلك. هنالك إناء في الأسفل، هل لك أن تضعه فوق الطاولة؟ أوكي. ممتاز، يوجد في هذا الإناء مجموعة من الأوراق كتب عليها التحديات، اخلطها جيدا واختر واحدة منها. هيا يا صديقي، أنا متحمس لمعرفة ما هو التحدي. تحدي كرة السلة. تحدي كرة السلة؟ نعم، هل تحب كرة السلة يا صديقي؟ نعم. إذن هيا بنا. هيا. فقرة التحدي. والآن يا صديقي، في هذا التحدي سيكون عليك إدخال 3 أهداف خلال دقيقة واحدة. ما رأيك؟ أوكي يا لومي، أنا جاهز. حسناً، بما أنك جاهز سأعد حتى 3 ثم ستبدأ. 1، 2، 3. كادت تدخل يا صديقي، حاول مرة أخرى يا أحمد. نعم، محاولة جيدة. هيا استمر يا صديقي، لا تستسلم. واحدة، لقد دخلت، ممتاز. هيا، لديك كرتان، حاول مرة أخرى. الهدف الثاني، ما زال هنالك وقت، حاول مرة أخرى. الهدف الثاني. بقي الهدف الثالث، حاول. مرة أخرى يا صديقي، لا عليك. مرة أخرى، ما زال هنالك وقت. بدخلها هذه المرة. آخر هدف. ياي، لقد نجحت يا صديقي. لقد كنت ماهرا جدا في هذا التحدي. شكرا يا لومي. والآن بعد أن فزت فيه سننتقل للفقرة التالية، وجبة اليوم. هيا بنا. هيا. أهلا بك يا صديقي في مطبخي، ما رأيك فيه؟ أهلا يا لومي، وايد حلو المطبخ. هل أعجبك؟ نعم. أرى أنك أحضرت طبقاً لذيذاً معك، ما اسمه؟ اسمه الحريس. ما هذا الهريس؟ هريس وأكلة إماراتية. وأنا وايد أحب الهريس. ومن قام بإعداده؟ يدتي سوت هذا، بس أقول صدق أنا ما صاعت. لا بأس، ربما في المرة القادمة. نعم. وما مكونات الهريس؟ حب الهريس واللحم. ما أكثر مكون تحبه في هذا الطبق؟ اللحم، أنا أحب أكل اللحم يا العيش. لذيذ، أشعر بأنني جائع وأريد أن أكل. بس لومي، شو هذا الطبق اللي أنت جبته؟ أنا أحضرت معي سلطة صحية ولذيذة. شو اسمها؟ إنها سلطة البرتقال والخس. شو مكونات السلطة؟ ستحتاج إلى خس مقطع وثلاث حبات برتقال مقطعة وقليل من زيت الزيتون والخل وملعقة كبيرة من العسل، بالإضافة إلى قليل من الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة. لذيذ، بسويه في البيت وأكيد بيستانسون عليها. نعم، فهي لذيذة جدا. ولكن يا أحمد، هل تعرف ما هي فوائد البرتقال؟ الفيتامين سي. هذا صحيح يا صديقي، يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وباء وحمض الفوليك والمعادن مثل الكالسيوم، لكن من أهم الفيتامينات هو فيتامين سي كما قلت يا صديقي، حيث تزود حبة البرتقال الجسم بما يقارب 92% من قيمة احتياجه اليومية لفيتامين سي، وفيتامين سي يساعد في تعزيز صحة القلب.
ويدعم كذلك الجهاز المناعي لأنه يساعد على إنتاج كريات الدم البيضاء. والبرتقال يحمي الجسم من الالتهابات وبالتالي يساعد على التخفيف من الآلام المزعجة. كما أن البرتقال يعالج مشاكل الجهاز الهضمي لأنه غني بالمواد التي تساعد على الحفاظ على حركة المعدة والأمعاء. بخبر كل أصدقائي عن فوائد البرتقال. نعم، وعليكم أن تكثروا من أكله. صديقي، لقد كنت في غاية السعادة بزيارتك لي، وأتمنى أن تزورني مرة أخرى. وأنا بعد يلومي وايد استانست وياك. رائع. أنا سعيد جداً. والآن هيا لنأكل، لومي جائع جداً. يلا ناكل يا لومي. هيا. أريد أن أكل من هذا. لقد كان يوماً رائعاً بصحبة صديقي أحمد، والتقطنا هذه الصورة الجميلة. لن أنسى اللحظات الرائعة التي قضيناها معاً. كانت لحظات ممتعة، كان فيها الكثير من المرح والسعادة. وفي كل مرة ألتقي فيها صديقاً أتمنى أن لا ينتهي الوقت معه. إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، ولكن قبل الختام دعوني أخبركم نصيحة لومي. عليكم تناول الفواكه باستمرار، لأن الفواكه مليئة بالسكريات الطبيعية ذات المذاق الرائع والأكثر صحة من الحلويات المصنعة. كما أن الفواكه ذات قيمة غذائية عالية بسبب غناها بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناء جسم صحي وقوي. ولا ننسى أيضاً أن العديد من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم. ويمكن لبعض الفواكه أن تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، مما يجعلكم طلاب متميزين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. نلقاكم على خير مع صديق جديد وتحدي مميز وأطباق متنوعة. مع السلامة.